احنا موجودين في جهه التريسة تابع قلعه السنين على الحدود التونسيه الجزائريه، وكنا في فتره ما صعيب برشا باش نلقاو مسؤول على الحدود، تلقى كان حرس الحدود المرابطين معناتها من قديم الزمان في كل وين تمشي تلقى الا حرس الحدود، لكن اليوم بحدايا المعتمد نتاع قلعه السنين. زياره المناطق الحدوديه واهلنا خاصه اللي يسكنوا على البورنات، البورنه الحجره الكيلومتريه اللي تفصل بين تونس والجزائر، بين اخواتنا غاديك الجزيريه والتوانسه لهنا، واحنا نشموا في ريحه الشوربه التونسيه والحريره الجزيريه من غادي هكا ولا اي صحيح. مرحبا بكم مره اخرى، نحن توا شريط الحدودي تريشه مركز حدودي. الحق كما قلت لكم قبل انا راني مازلت جديد، مازلنا نكتشفوا في الشريط الحدودي، جينا صحيح مرتين وثلاثه لكن مش ما يكفيش، مازلنا هنا مازلنا يعني معناتها كما قلت مازلنا مغسلين هنا، كل مره نزوروا منطقه ونحاولوا معناتها نتعرفوا بالقدا عليها. و إذا كما قلت هاو شريط الحدود هاو مقابلكم، فهمت يعني. هو نحكيه على الستر الترابي بين تونس والجزائر، لكن وري لي ماجي شويه، تونس خضراء، تونس حتى على الحدود معناتها فما فلاحه، فما حاجه باهيه انه الناس تخدم في ترابها، بعيد معزول ما عندوش لكن قاعد يخدم، من هنا التوانسه تخدم ومن جهه الضفه الاخرى معناتها اخواتنا الجزائريه زاده يخدموا، الدنيا خضراء تبارك الله. صحيح صحيح. احنا كان في بالك بالسد سرات جديد، مشروع جديد كي غير تم يعني التاشير عليه بدوا يسيبوا في معناتها في ليفان، وبدوا يسيبوا في ليفان نتاع العشرة منطقه الفالته ولهنا في الوعر، وان شاء الله القدام ان شاء الله تكون البلاصه معناتها تصير المشاريع لهنا والفلاح يفيقوا ارواحهم معناتها ويخدموا الارض هذه، خاطر هي ما كانتش فيها سقف تو ولا فيها سقف، ان شاء الله العباد كلها معناتها تخدم ارواحها، ان شاء الله العباد كلها فهمتي تحاول حتى الفلاحه يبدلوا العقليه شويه، يعملوا لي فورماسيون ولا ينجوا لهنا حتى الخضر ولا لملاء الغلال. ان شاء الله فوسينا فوشينا القصرين تبارك الله، التفاح صلي على النبي، نحكي له انا بطلوطه شويه صحيح. الوادي من جهه توزر تبارك الله فلاحه نموذجيه عالميه صحيح. اليوم جهه الكيف ولو معناتها انه بديت معناتها شويه الفلاحه، لكن التنميه في المناطق الحدوديه مهمه برشا لاستقرار العائلات الموجوده في المناطق لهنا. والله ان شاء الله القدام ان شاء الله القدام ان شاء الله نزيدوا نعطوا اهميه اكثر للمناطق الحدوديه، وان شاء الله باش تصير بالنسبه للمعبر الحدودي ثم مشاريع فهمتي، ثم مشاريع باش تصير ان شاء الله قدام، وان شاء الله الدوله تزيد معناتها نزيدوا ثم سونتر كوميرسيال حكوا عليه المره اللي فاتت قالوا باش يعملوه في منطقه العبور، وان شاء الله ان شاء الله في نقولوش الاشهر القادمه ان شاء الله ما نشوفوا كان نشوفوا البلاصه هذه بخير، وان شاء الله ان شاء الله كان بخير بطبيعه الحال. خليني نجيك نايله العباسي وانت موجوده، خطوه في الجزائر وخطوه في تونس على الحدود على البورنات، يظهر لي احساس اخر. احساس اخر اكيد، اول مره انا ما جيش بالي اصلا نجي منطقه حدوديه بالطريقه هذه، منطقه ياسر جميله بالحق، بلادنا مزيانه برشا، اراضي شاسعه، اراضي كلها خضار، ربيع، تحسوا بالحق بالحق في المناطق هذه. انا قلت لهم سميت الحريره والشخشوخه متزاير اي من هنا بعيده 200 متر والشوربه التونسيه اي هذوبا نشوفوا في الحدود، وخينا الجزيره من غادي والتوانسه من هوني وكلنا وخيين. بالطبيعه اول مره تدخل للحدود وتعرف ما معنى الحدود وما معنى البورنات الحدوديه وما معنى الاحساس انك على الحد. بون احساس ياسر باهي ياسر رايح، عجبتني برشا سيرتو خرجت اليوم فرحانه برشا، كان فما برشا عباد اليوم فرحناهم من دا كيما نقول في مهن ديما نقول كوني فرحانه برشا. الحمد لله بطبيعه الحال احنا موجودين على الحدود التونسيه الجزائريه، مزيانا محليها بلادنا في كل مترو منها، في كل نقطه ترابيه منها غاليه برشا، قدامي تونس ورائي الجزائر، فما التصويره ما تعديش كل شيء، لكن فما رجال افذاذ، فما اسود، فما حرس الحدود موجودين من بورنا صفر
في أقصى الشمال من جهة الرويسية تبرقع عند راهم حتى برج الخضرة في أقصى الجنوب في الحدود التونسية الجزائرية. ما زالوا أقل من ساعة تقريبا على شقان الفطر، لكن الناس مرابطة تحرس الحدود من هنا الحرس ومن غادي فما الدرك الجزائري. وبرافو لكافة الوحدات الأمنية العسكرية والديوانية اللي قاعدة تشتغل وتدافع على أرض الوطن.